عن الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. يحدثنا السيد اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لا شك أن ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني باتت تمثل أحد أهم التحديات الرئيسية أمام المجتمع الدولي، حيث انتشرت بمعظم المسارح الإقليمية وامتدت إلى مختلف المجتمعات دون تفرقة بين مجتمع نامي أو متقدم. وفي ضوء المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية من موجات الإرهاب المنظم والمخطط المدعوم من الداخل والخارج، تتبنى القوات المسلحة ضمن أجهزة الدولة استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، بنيت على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول: الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب وتفكيك قواعد الدعم وتكثيف منابع التمويل، إلى جانب إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ الخارجية للدولة وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. المحور الثاني: تنفيذ حملات ومداهمات بالتعاون مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء الشرفاء في إطار عملية أمنية عسكرية تسمى حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب من شمال سيناء. المحور الثالث: بدء مشروعات التنمية الشاملة في سيناء للارتقاء بالأوضاع المعيشية لأهالينا من أبناء سيناء، للقضاء على البيئة والمناخ الذي يغذي أعمال التطرف والإرهاب. البيئة الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن القومي المصري. تحول بعض التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش بالعراق وسوريا وليبيا لمفهوم الاستيطان بدعوى إقامة الدولة الدينية وإرساء نظام الخلافة والسيطرة على مناطق جغرافية شاسعة والتوسع بدول الجوار والعمل على إسقاط الحكومات وفرض أيديولوجيتها مع امتلاكها مختلف نظم التسليح الحديثة. ومن هنا يتضح أن البيئة الأمنية المتردية بدول المنطقة كان لها الأثر البالغ في تصاعد الهجمات الإرهابية في مصر، ارتباطاً بتداعيات حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الدول المحيطة. وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود التي تمت على مختلف الأصعدة والاتجاهات، والتي أدت إلى وقوع خسائر مؤثرة بالعناصر الإرهابية نجم عنها تقليص نشاطهم والحد من أعمالهم بصورة كبيرة. وانتقالاً إلى تطور الأنشطة الإرهابية بالبلاد وتداعياتها على الأمن القومي المصري، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدت محاور التنسيق والتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس،
وتوحدت توجهاتهم نحو هدف واحد، وهو الارتفاع بسقف الضغوط على الحكومة المصرية لدعم أهداف جماعة الإخوان الإرهابية لاستعادة السلطة. هذا الذي يحدث في سيناء رداً على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب، وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله، وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. وأود أن أشير، لا يستطيع أحد أن يمتلك أن يوقف الإرهاب في مصر كما أشار في الثانية الواحدة إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء. وقد برز المخطط الإرهابي كمحاولة لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويل في أعقاب الهجوم الإرهابي بتاريخ 1/7/2015. وقد قامت القوات المسلحة والشرطة المدنية في هذا اليوم بإفشال هذا الهجوم الإرهابي بكل قوة مدعومة بحجم من المجهود الجوي الذي استهدف كافة العناصر الإرهابية الثابت منها والمتحرك، الأمر الذي ساهم بدرجة كبيرة في إفقاد تنظيم أنصار بيت المقدس توازنه، إلى جانب القضاء على حوالي 50% من عناصره القتالية شديدة الخطورة. مسارات التحرك للقضاء على الإرهاب بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي والساحة الداخلية. المسار الأول، تدقيق أعمال الرصد لتجمعات العناصر الإرهابية وأماكن القيادات لاستهدافها، ومن منطلق حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة في الحفاظ على أرواح الأبرياء من أهالي سيناء، فقد رعيت كافة الاحتياطيات بتأكيد الأهداف المطلوب استهدافه للوقوف على حقيقة وشكل الهدف، باعتبار أن التحدي الرئيسي للقوات المسلحة هو كيفية النجاح في القضاء على الإرهاب دون المساس بحياة المدنيين. وبموجب نتائج الرصد الدقيق، نجحت عناصر القوات المسلحة في توجيه العديد من الضربات القاسمة عبر مراحل عملية حق الشهيد التي ركزت على استهداف القيادات الرئيسية المؤثرة والبنية التحتية للتنظيم، حيث تم القضاء على عدد 250 هدف ما بين مخابئ ومناطق تجمع للعناصر الإرهابية ومخازن أسلحة وذخائر واحتياجات إدارية. وكما هو واضح بالصورة، الهدف قبل ثم بعد الاستهداف. وعدد 130 عربة وتصفية عدد 500 عنصر إرهابي من العناصر شديدة الخطورة مما أفقدهم توازنهم. واستمراراً لجهود مكافحة الإرهاب، فإن الأنفاق تلعب دوراً رئيسياً في دعم العناصر الإرهابية، الأمر الذي دفع القوات المسلحة لاتخاذ إجراءات هندسية فعالة لتدمير الأنفاق، ونجحنا بشكل كبير في هذا المجال. إلا أنه ما زالت توجد أنفاق تمكنت العناصر الإرهابية من تبطينها بالحوائط الخرسانية لمجابهة إغراقها بالمياه. وقد نجحت القوات المسلحة في تدبير أجهزة فنية متطورة للتعامل مع الأنفاق حتى أعماق كبيرة. المسار الثالث، تكثيف منابع التمويل المادي
والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية. تم ضبط 1025 طن، مليون كيلو من المواد المتفجرة والمواد ثنائية الاستخدام أثناء وصولها لبعض المواني المصرية وبمناطق إمبابة وكفر الشيخ وبورسعيد والخنك وعين الصيرة، والتي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وإمداد العناصر الإرهابية بشمال سيناء. يا فندم، احنا بناخد العينات بعد ما بيتم القبض عليها ونبعتها لإدارة الحرب الكيميائية، وده كان تحليل العينة. تستخدم مواد بادئ الانفجار في بداية عملية التفجير لإنتاج كمية كافية من الحرارة وموجة الضغط لتفجير الشحنة الكاملة. سعي العناصر الإرهابية للحصول على المواد الثنائية الاستخدام المتوفرة بالسوق المحلي، أسمدة زراعية وحمض كبريتيك مركز ونترات الأمونيوم وكربيد الكالسيوم، واستخدامها في تصنيع العبوات الناسفة، حيث تم تشديد الرقابة على تداول تلك المواد. القبض على شبكة تعمل في جلب وتهريب دوائل كهربائية ومعدات فنية ومعدات تستخدم في أعمال الغطس لصالح العناصر الإرهابية. تم القبض على بعض التشكيلات العصابية التي تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجستي بالتعاون مع شركات صرافة ومحال مصوغات وشركات سياحة يتجاوز عددها 10 شركات تتلقى مبالغ مالية، حيث تم ضبط 115 مليون جنيه. أشارت نتائج استجواب العناصر المتورطة في تقديم الدعم المادي واللوجستي إلى تورط بعض الدول في تقديم هذا الدعم عبر استيراد المواد المتفجرة والمواد الثنائية الاستخدام ودفعها إلى قيادات إخوانية مقيمة بالبلاد للتخزين والنقل والتصنيع المواد الكيميائية اللازمة لتصنيع العبوات الناسفة وإمداد العناصر الإرهابية بها. وعلى ضوء ما سبق، كان من الضروري اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية بالدولة لمنع إمداد العناصر الإرهابية بالمواد المستخدمة في تصنيع المواد المتفجرة عبر أعمال التهريب، وتم ذلك من خلال الاشتراك في عضوية اللجان الوزارية المنوطة بتطوير الإجراءات الأمنية بالمواني والمطارات المصرية، لا سيما فيما يتعلق بمعدات وأجهزة الكشف عن المواد المتفجرة، مع مراعاة عدم التأثير على حركة الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة الإنتاج. إجراءات مجابهة الإرهاب على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والجنوبي. تم العمل على الاتجاهين الغربي والجنوبي لضبط ومنع أعمال التسلل للعناصر الإرهابية والتصدي لعمليات التهريب للأسلحة والمعدات القتالية والذخائر. وقد تم رصد وتتبع عدد 38 حالة تحرك للعناصر الإرهابية، وبالتنسيق مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود تم توجيه ضربات جوية أسفرت عن إصابة وتدمير عدد 39 سيارة بحمولات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. قد تم ضبط شحنة من السلاح والذخيرة بمدينة القصير. وفي أعقاب عملية استهداف كمين الشرطة المدنية بالنقب، تم تكثيف أعمال التحري والتنسيق وتبادل المعلومات مع عناصر وزارة الداخلية، حيث تم النجاح في رصد فرار العناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بجنوب مدينة أسيوط،
وتم استهدافه، مما أسفر عن مقتل 7 أفراد وانفجار مخزن متفجرات والعثور على كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتفجير وكذا سيارتين أحدهما مفخخ. وفي ضوء ما تم استعراضه من جهود لاقتلاع جذور الإرهاب وتوفير الحماية لشعب مصر العظيم، فقد تحققت الإنجازات الآتية: بناء قاعدة تعاون بين الأجهزة الأمنية بالدولة لإحكام السيطرة على انتشار خلايا الإرهاب وحرمانها من تحقيق أهدافها، إحكام السيطرة على مناطق تواجد العناصر الإرهابية برفح والشيخ زويد والعريش ومحاور التحرك الرئيسية داخل محافظات الجمهورية، تطوير منظومة تأمين المواني والمطارات والمنافذ الخارجية للدولة وإمدادها بأجهزة ومعدات رصد وكشف عن كافة الجرائم لمنع أي محاولات لاختراق الجبهة الداخلية، امتلاك نظم تأمين حديثة مجهزة بوسائل رصد دقيقة لإحكام الرصد على الحدود الخارجية للدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للتغلب على الجرائم غير النمطية التي تتعرض لها الدولة المصرية، القضاء على العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والتي لديها قدرات قتالية عالية بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لتلك العناصر، تحديد شبكات التمويل المادي والتهريب للأسلحة والمواد الكيميائية. وبناء سيادتك يا فندم، بمواصلة القضاء على العناصر الإرهابية بشمال سيناء مع فرض السيطرة الأمنية واقتحام كافة القرى والبؤر الإرهابية وتأمينها بالارتكازات الأمنية المحصنة وخاصة بالمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، الاستمرار في قطع خطوط الإمداد المادي والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية، مواصلة اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء على ظاهرة الأنفال ومنع استخدامها في تنفيذ أي أعمال عدائية في سيناء، تنمية دافع الولاء والانتماء وتوثيق الروابط مع عواقل ومشايخ وأهالي سيناء الشرفاء لعودة الاستقرار والأمن بهذه المنطقة وتهيئة الأجواء لدفع عجلة التنمية. ورغم ما تحقق من إنجازات لتأمين الجبهة الداخلية ضد مخاطر وتهديدات الإرهاب، إلا أن معركة ضد الإرهاب لا تتوقف وتتطلب مواصلة هذا الجهد لفترات زمنية، خاصة مع استمرار تحركات فصيل من الداخل ومخططات خارجية للنيل من أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم الذي سيقف بكافة الطوائف للتصدي لهذا الخطر وهزيمته، لتنعم مصر بالأمن والاستقرار الداخلي وتواصل جهودها العظيمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التنموية للارتقاء بالمستوى الذي يستحقه شعب مصر العظيم. والحقيقة الثابتة أن تضحيات شهدائنا الأبرار ستظل دائما الوقود الذي نستمد منه طاقتنا لمحاربة الإرهاب وضمان إنفاذ قوة القانون ضد العناصر الإرهابية والإجرامية أعداء الوطن. وأخيرا أؤكد على إن وقوف شعب مصر العظيم خلف قياداته وأبنائه من الجيش والشرطة هو عامل حاسم لكسب معركة الإرهاب واقتلاع جذوره من وطننا الغالي، وستظل وحدة الشعب المصري درساً يسرده التاريخ دائماً
على مر العصور والحضارات المصرية المتعاقبة والتي نشرت ثقافة العلم والسلام لكافة المجتمعات، حفظ الله مصر من شرور الإرهاب. وأي أوامر يا فندم؟ شكرا محمد، كتر خير. أي أوامر؟ شكرا.